لأن الفقرة خلصت وعندنا عدة فقرات تانية في اليوم. هستأذنك، المفروض المسلم اللي موجود في جميع أنحاء العالم يعمل إيه وأهله أو أقاربه أو أصدقائه أو أهل بلده موجودين في الكعبة الشريفة؟ احنا بنشهد يوم النحر الاكبر، يوم العيد، نعم. في كثير من المناسك الحج بتؤدى في هذا اليوم. احنا الحقيقه واحنا بنبص كده لشكل الحجاج وبنستشعر معنى رائع، شايفين عدد المسلمين قد ايه، شايفين المسلمين قدروا يتجمعوا في مكان واحد، شايفين قد ايه كلهم يقال الله اكبر فيقفوا ويصطفوا، ونشوف معنى رائع انه الاسلام مش فقط جمع الأجساد، أنت سهل تجمع الأجساد، ولكنه أيضا جمع القلوب. نعم. وده من المعاني الرائعة اللي احنا بنشوفها. واحنا بنشوف منظر المسلمين في الحج، وكثير من عددهم كبير جدا، على قد ما احنا بنفتخر، على قد ما كل واحد فينا بيحاسب نفسه وبيقول أمتنا اللي عددها كبير تأثيرها إيه في العالم، مكانتها إيه في العالم. كل واحد فينا قاعد دلوقتي بيسمعني مسؤول عن ذلك، عظيم. مسؤول على انه يرجع بلاده ويرجع امته مره اخرى لامه لها قياده وسياده. عظيم. المفكر الاسلامي محمد اقبال بيقول كده، بيقول انت يا مسلم مكانك مكان القياده والرياده، ليس مكانك مكان الاتباع والتقليد، ده مكانك، مكانك ان انت تبقى قائد للناس. عظيم. يمكن من الكلمات الجميله اللي بيقولها الشاعر، آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ إحنا كمان بنسأل أين المسلمون؟ بنسأل نفسنا الأول. الداعية الإسلامية إيناس مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا ليك خيرا، وكل سنة وكل أمة الإسلام بخير وصح. طبعا العيد ما ينفعش من غير ملابس العيد. هنروح نشوف تقرير خاص بملابس العيد ونرجع تاني.